فبمناسبة هذا اللقاء الفصل بين المنتخب الوطني والنظير الكاميروني، جندت المدير العام الوطني جميع الوسائل البشرية والمادية لتأمين هذا العرس الذي نعتبره لقاء مفصلي ولكن كذلك عرس وطني، وهذا من خلال وضع تشكيل أمني يتلائم الوضع الراهن، تشكيل أمني مرن حيث تم تسخير أكثر من ما يعادل 3500 شرطي، وهذا بغض النظر عن جميع القوات الشرطية التي سيتم إقحامها في هذا المجال على المستوى الوطني في حال فوز الفريق الوطني، وإن شاء الله سيكون النصر لنا. هذا من جهة. أما فيما يخص التأمين تأمين المناصرين، فقد قمنا بتخطيط بمخطط أمني لتسهيل حركة المرور وكذلك تأمين ولضام التأمين وأمن كذلك المناصرين من حين لتنقلهم لمشاهدة هذه المباراة. وعلى هذا الأساس هذا التشكيل الأمني يعتمد أساسا على التواجد الكثيف لقوات الشرطة في داخل الملعب في المحيط المجاور للملعب وكذلك على جميع المسارات المؤدية إلى الملعب. وعلى هذا الأساس أدمج هذا التشكيل الأمني غلق بعض الطرقات وهذا لتسهيل حركة المرور. نعم، فيما يخص حركة بالفعل السير أذكر منها أن شارع كريتلي مختار حيث حبيش سيتم غلق الطريق بدءا من الساعة 7:00 صباحا إن شاء الله غدا، غلق الطريق على مستوى نقطة وادي بومفتاح وثم تحويل الحركة المرورية نحو بن بولعيد وثم إلى شارع العربي تبسي. أما فيما يخص شارع تطاجوان سيتم غلق الطريق على مستوى التليفريك محطة التليفريك ويتم تحويل الحركة المرورية إلى الحي الإداري ثم إلى الشارع الرئيسي لبلدية خزرنا ومنه إلى طريق السيار شرق غرب. أما فيما يخص طريق خزرنا كذلك سيتم غلق الطريق على مستوى مفترق طريق خزرنا ويتم تحويل الحركة المرورية نحو المحول المؤدي إلى المنطقة الصناعية، وسترجون التفاصيل في البيان الذي سيعد من طرف المدير العام الوطني في هذا الشأن. نعم. أود كذلك من خلال هذا اللقاء أن أؤكد أن قوات الشرطة ستكون متواجدة باكرا في الصباح بدءا من الساعة 5:00 حيث سنتواجد في الميدان لتأمين هذا اللقاء. نعم. وعلى هذا الأساس أدعو جميع المواطنين أن يعطوا هذا اللقاء هذا صيغة عرس، وهذا من خلال التفادي استعمال لا سيما الشماريخ والألعاب النارية، ولازم نعرفوا باللي وانه من يتم ضبط كل من يتم ضبط ضبطه بيحوز على شماريخ او العاب ناريه. نعم. سيتم ايقافه وتقديمه الى العداء. احنا نتمنى ان نوصل ان شاء الله الى هذه المرحله لانه لانه استعمال شماريخ او العاب ناريه قد يكلفنا ثمن باهظ مع الهيئات الرياضيه اكيد وهذه.